قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن بلاده يمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% خلال 5 أيام في حال تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي مع بلاده. وأضاف صالحي أن من أولويات طهران الحفاظ على الاتفاق النووي، معتبرا تحذير روحاني الولايات المتحدة باستئناف الأنشطة النووية ليس صادرا من فراغ، وإنما وفقا لما أسماها معطيات متوفرة لدى بلاده.